كلها سيئة. أنقرة طلبت من واشنطن أن تسرع في عملية تسليم جولان الذي تتهمه بكونه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة. الرئيس التركي أشار إلى وجوب إيقاف رجل الدين وفق اتفاقية مشتركة بين البلدين حول تسليم الأشخاص. كلها سيئة. أنقرة طلبت من واشنطن أن تسرع في عملية تسليم جولان الذي تتهمه بكونه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة. الرئيس التركي أشار إلى وجوب إيقاف رجل الدين وفق اتفاقية مشتركة بين البلدين حول تسليم الأشخاص.